دونك هذا جينا اليوم باش نفتحوا نحضروا بدايه يعني عمل هذا الرواق، رواق اللي شاركت به يعني جهه الداخل وادي الذهب في الكوب 22، وهذا يعني اللقاء الهام في المنطقه الخضراء. نحن الان في المنطقه الخضراء داخل على كل حال بكل مؤهلاتها الاقتصاديه والسياحيه الفلاحيه الريحيه، كل هذه المقدرات الهائله اللي تزخر بها الجهه هي اليوم يعني موضوع هذا الرواق من اجل تسويق هذه القدرات الهائله اللي تمتع بها الجهه، وكذلك لاعطاء الصوره الحقيقيه لهذه الجهه. الزيارات يعني كانت عده زيارات، اعتقد بان ان شاء الله سيكون لهذا الرواق مفعول ايجابي ان شاء الله للتعريف بالجهه ومؤهلاتها الاقتصاديه والاجتماعيه.